السلام عليكم. يوم جديد وحكومة جديدة موجودة مع الحكومة اللي قاعدة حاليا في نفس الوقت، وأوروبا والعالم مقلوب باللي صاير في أوكرانيا وروسيا. ومبارك من عوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب البطل، أيها الشعب يلي من الحب ما قتل، أيها الشعب يلي عايش في بلاد العز ومش لاقي له سطل، تشن حالكم. ما هو الاستعمار؟ على حسب كلام عمي الجوجل، الاستعمار هو ظاهرة تهدف إلى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذها من أجل استغلال خيرات هذه الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تحطيم كرامة شعوب تلك البلاد وتدمير تراثها الحضاري والثقافي، وفرض ثقافة الاستعمار على انها الثقافة الوحيدة اللي صح وامورها طه. بهيو به، شن هو الاستحمار زعمة؟ شنو افواه عزك جيب تبتلقى علي يا بروي؟ توا نشوف توا شن صاير. الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية يبوا يكملوا لشهر 6 باش يديروا الانتخابات، والبرلمان ما يبوهمش كملوا فعطوا الثقة لحكومة باشاغة. الدبيبة ما يبيش يرخي للانتخابات، والبرلمان وعقيلة صالح ما يبوش يستنوا للانتخابات، لانهم مازال ما قلقوش ويبوا يزيدوا ويقعدوا وما يقدروش يصبروا 3 شهور. بسيطة. المهم باشاغة حاليا قاعد في طبرق بش يقسم، فحسب ما قالوا انه حيقسم يوم الخميس، يعني قبل الحلقة يا بعد الحلقة، واحتمال كبير يأجلوها ليوم 2، لان من الواضح يبوا حد عيونه ملونات يحضر القسم، وهذوك الناس تعرفوهم ما يخدموش السبت ولا حد. حكومة الدبيبة قالوا احنا مش مدورين وحنستمروا في خدمتنا ولا كأن في حاجة صايرة. والمشري مرع مع هذا مرع مع هذا، وبراريم طرقاته مرخيات تحسبا لأي طارئ. المنفي يتعلم في لغات قاعد، والنت طبعا مكسوم مكسوم. معقولة تو احنا نتفقوا على حاجة واحدة؟ تيشين يقولوا علينا الناس ولينا واعيين؟ تي اصلا حتى الاوروبيين طلعوا مش واعيين، جت علينا احنا. افوا البلغ يا شفينك ان شاء الله عليك يا عبقري طبع اوروبي. عندها الحق يا حبيبي عندها الحق. تو على اساس 92 عضو من اعضاء البرلمان اعطوا صوتهم باش يعطوا الثقه لحكومه بشاغه، فناضوا اعضاء من البرلمان قالوا كيف حاطين اسامينا ان احنا وفقنا واحنا اصلا ما حضرناش الجلسه؟ تكيف حاجه تانية. حفتر وين؟ لا محطوط في القائمه، لا تدعو عليه، لا شيء. ان شاء الله اموره طيبه. بس يعني خلاص فجأة هكي حفتر ولاده بيسلموا وبخلاص وبيرخوا لولا. هو اي نعم الشعب مخليكم تجروا بيه لهم فترة، ولكن عاد مش هكي، هل بهكي مش للدرجة هادي. باب الله. سؤال تاني، حكومة الوحدة الوطنية اللي موجودة حاليا من وين طلعت ومن اعطاها الثقة؟ مش البرلمان، وهو نفس البرلمان اللي قرر انه معاش تمشي معاه ومعاش يبيهم يكملوا المدة اللي هو البرلمان اصلا مفروض انه عاطيها لها، وبيجيبوا حكومة جديدة جديدة. وباهي نقولوا جابوا حكومة جديدة ومور باشاغة شدت معنا ودي منعرفش. كان حكومة باشاغة من الشهر الثاني ولا الثالث ما مشيتش على جوكم، بتجيبوا حكومة تانية؟ باهي زعمة امتى حنغيروا البرلمان؟ اقتراح يعني، تباع على الاقل ديرونا انتخابات نختاروا معاكم يا ودي، اعطونا فرصة وغالبا ما حنختاروا ناس احسن منكم. ويا ودي حتى لو اخترنا ناس ما ينفعوش خلونا نختاروا ونجربوا ونتعلموا من اخطائنا، خلونا ليكم سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة تختاروا وتجيبوا وتبلوا وتعجنوا منكم ليكم، ولا جبتونا ناس زي الناس ولا انتوا اصلا مؤهلين انكم تتحملوا مسؤولية الوصاية على الشعب وعلى البلاد، ولا اصلا حاطين في حسبتكم المواطن وشنيبي وشما يبيش، وما نلومكمش لان انتو ظابطين لو اعطيتوا للشعب الفرصة انه يختار. انتو وشكالاتكم مع عمركم ما حتوصوا المنصب، فانتو حاليا تشنكشوا على كراسيكم وامكاناتكم ومناصبكم والفلوس اللي طلعتوا فيها، كأنكم ما عبيتوش، كأنكم ما خنبتوش، كأنكم لا ضريتوا للمواطن للبلاد. سبحان الله يا اخي، عندكم صحة وجهة مش عارف من وين لقين. انا نبي نفهم انتو شو الاختلاف بينكم وبين الانظمة والمنظمات والجماعة دوك اللي على اساس انتو تنظروا علينا انكم ضدهم؟ شو الفرق بينكم وبينهم؟ كل يوم قاعدين تزيدوا في عدد الناس المسلحة، وكل يوم نسمعوا بمنصب جديد تخترعوا في اسماء مناصب مش عارف من وين، وكل بلاد مدينها بدل السفير 2 ومكاتب خدمات من هنا لغادي بدل الواحد مش عارف 10 ولا 20، وكل منصب سياسي فوق يا دولة يا ناس عندها سلاح وتحتها ناس تقفقف وتشنكش،
كل يوم قاعد عدد الناس اللي في الدولة يزيد وصوتهم يعلى وعفسين على المواطن. المواطن يوم بعد يوم بعد يوم صوته يولي أوطى وحقه قاعد ينهضم وقاعدين تلهوا فيه وتفرقوا فيهم من بعض بمشاكل تافهة مش ما يلهوش بيكم مش معاش يعرفوا يطالبوا بحقهم. فلين يجينا الوقت إن شاء الله ونبدو نتعلم وندو على حقنا ونعرفوا كيف ناخدوه من غير حرب حنبدو نعادوا في نفس السيناريو من جديد. هي قاعدين احنا كل سنة نفس الشيء نستنوا قبل رمضان ويدينا على قلوبنا نفس الشيء وكل مرة يتلموا لي يادوك على قاعد كسكسي ولا رز يطلعونا ناس جديدة وحكومة جديدة وهيئات جديدة وزارات جديدة لمتة لأمتة أو من باب المعرفة تعلمت كلمة جديدة المدلسين ما نعرفش معناها بالضبط صراحة وبنحاول نصفي النية فيا مدلس منك ليه بطل يا مدلس. المهم هي هنا وصياحة في أوكرانيا بيت الحرب بين روسيا وأوكرانيا من هنا وقالوا إن سعر الدقيق والزيت غلي من هنا احنا 7 مليون استوردوا دقيق حتى من القطب الشمالي اللي ما فيش حد أصلا ممكن يسدنا ولا زعمة هذه سبلة جديدة باش يفتحوا موضوع الاعتمادات وناس تحصل من شن تغرف بأنتوا في رأيكم شن وممكن التأثير اللي حتأثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ليبيا وعلى المواطن الليبي اكتبولي لقطة في التعليقات ما بين ما مشينا نشوفوا الشباب شن ردوا عتروني ونولوا لكم. أهلين شو الأخبار شن جوك في الحال معاكم أحمد ترهوني من الشارع. سؤال الحلقة اليوم بنسأله الناس هل يأثر حرب أوكرانيا وروسيا على ليبيا أو لا وش السبب؟ لا إله ينظم أمورهم أنا هدي عايشة في ليبيا أنا ينظم أمورهم أنت ما دخلكش بالموضوع بكل يعني لا ما دخلي بشي ينظم أمورهم قول يا يابا خن ينظم أموري هنا وهم ينظموا حياتهم غادي الحرب هذا يأثر يعني في الأسعار وفي كل احنا مدامين دايرين ما نبوش حرب في حول العالم كله في العرب ان شاء الله باذن الله يعسر لين واجد كذا يعني يعسر مع الشعب ويعسر في الماكلة ويعسر في كل التواصل في كل الاتجاهات نتمنى من ذلك ان الحرب يوقف في اسرع وقت وسلامة الجميع ان شاء الله. والله تأثير الحرب هذه بتأثر في الاقتصاد هلبة في البلد في ليبيا وفي العالم العربي كله نتمنى ما يصيرش حرب في العالم ثم يصير الاقتصاد بيخش هلبة في البلاد فهمت؟ طبعا هو تأثير غير مباشر لكن احنا بسرعة تأثيرنا نتأثر بسرعة مثلا هيك مثال الأسبوع الأول متاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا الخبزة من 4 دينار ل3 دينار صحيح هذا أول شيء أثر علينا بطريقة مباشرة إحنا قصدي كمواطنين كإنسان عادي أول شيء أثر علينا 3 دينار هذه المعيشة هذه بعيد علينا هذه الحرب فهمت كيف وهذا هو هفت يطروني بهي زعمة بوتين بيسحب الفاغنر من ليبيا ولا بيخليهم ما هو شكل الفاغنر تخصصهم الناس لعيونهم مش ملونات وبس يا عنصريين يا مدلس تخرشوا يا مدلس. المهم شهر رمضان قرب واللهم بلغنا رمضان ان شاء الله بالصحة والسلامة ان حاسب داي ناشب وجناب بدو يحكوا وان شاء الله ان شاء الله ما تقلب الناش بكاوزة جديدة. مبدئيا اغلب التشكيلات المسلحة والأمنية اللي موجودة في طرابلس داروا بيان وقالوا ما نبوش لحكومة جديدة يعني بشاغة ما يبوشي هيك قالوا في البيان ويبو انتخابات ارزينا كلمة على لسان سامعوني حفتر وين واصل توا بجمع لي بعدهم الله أعلم لكن اللي نعرف إن غريان قاعدين يودوا في روحهم لأي طارق وفتجورة التفتيش ليه له. وقبل ما نتموا الحلقة خلونا متفقين على حاجة واحدة حرب معاش نبو وبنسايروا بعضنا وبنوقفوا مع بعض شوية وبنسمعوا لبعضنا وبناخده ونعطوا مع بعضنا والحاجات هذه ليلية مش عارف كم سنة نحاول ان نديرها ان شاء الله نديرها تباهي سلموا لي على المدلسين يا مدلس وان شاء الله من هنا للحلقة الجاية الامور تتحسن حتى شوية. السلام عليكم.